أجواء معتدلة اليوم وأمطار رعدية متوقعة في العديد من مناطق المملكة، خاصة شمال وشرق المملكة. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة نسبياً وصافية في العديد من المناطق. رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 15، نسبة الرطوبة 70% مع احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية. غدا نهارا أجواء لطيفة، رح توصل خلال ساعات النهار في عمان 25، بل رح تنخفض ل 18 الأربعاء والخميس. ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، رح تسجل نهارا 27، بل رح تنخفض ل 13 ورح تكون الأجواء باردة. وهلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء باردة نسبياً. هاي الليلة رح تسجل درجات الحرارة في إربد 16، غداً 29، جرش وعجلون 16، وغداً 28. أجواء معتدلة هاي الليلة، رح توصل درجات الحرارة في المفرق 14، غداً 28، الزرقاء 15، وغداً 28، وأجواء مائلة للحرارة مع ساعات النهار. مطار ملك علياء 13، غداً 28، السلط 16، غداً 26، مادبا 15، وغداً 25. البحر الميت 23، غداً 34، أجواء حارة نسبياً. الكرك 14، غداً 26، الطفيلة 15، وغداً 24، معان 13، وغداً 25، وأجواء مشمسة. العقبة 18، غداً 33، أجواء حارة مع ساعات النهار. رواشد 14، أجواء باردة هاي الليلة، وغداً 28. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء معتدلة نهاراً، أمطار رعدية متوقعة اليوم، وارتفاع درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام القادمة. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.